عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أيها المشاهدون الكرام. يطيب لي أن أقدم لكم في حلقات متتابعة برنامجا اخترت له عنوان: من كل بستان زهرة. من كل بستان زهرة، برنامج فيه آيات وأبيات، أحاديث وأحداث، مواعظ ورقائق، قصص وعبر، فوائد وشوارد، أقوال وأمثال، ونتف من سير الرجال. من كل بستان زهرة، برنامج يعنى بنشر العقيدة الصحيحة والعبادة المشروعة والأخلاق الفاضلة والقدوة الصالحة وإشاعة اللغة الفصحى والأدب الراقي. من كل بستان زهرة، حث على الاتباع وتحذير من الابتداع، ودعوة إلى توحيد الكلمة على كلمة التوحيد، وترغيب في لم شمل المسلمين على كلمة الأخوة، على كلمة الحق والصدق والهدى. أيها الأحباب الفضلاء، ما أحوجنا جميعا إلى أن نحول ما نسمعه من علمائنا ومشايخنا ودعاتنا من توجيهات ربانية ونصائح غالية ووصايا ثمينة وعلم مصفى، ما أحوجنا إلى أن نحول ذلك إلى منهج عملي يسري في حياتنا كلها. والمتحدث إليكم أول المعنيين بهذا ولسان حاله ومقاله: إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو كرم ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. أيها المشاهدون، أيتها المشاهدات، أول ما أستهل به هذا البرنامج كلام مختصر يتعلق بالعقيدة التي نحرص أن تكون صافية صفاء ماء البحيرة حال سكون الرياح، متينة متانة العروة الوثقى، قوية قوة الجبال الراسيات الشامخات. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الله تبارك وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي فاعلم أنه لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله، من أجلها خلق الله الخلق، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وقام سوق الجنة والنار، وانقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار. لا إله إلا الله، بها يلقى الموحدون ربهم جل في علاه،
فيسعدون سعادة أبدية. أيها المشاهدون، أيتها المشاهدات، تعالوا لنتعلم شيئا من العقيدة البعيدة عن المصطلحات التي لا يفهمها عامة المسلمين، وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد علم الناس العقيدة الصحيحة وحذرهم مما يخدشها أو ينقضها. روى الترمذي من حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أيها الأحبة الفضلاء، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ابن عباس رضي الله عنه والأمة جمعاء، يعلمنا العقيدة الصحيحة، فيقول: احفظ الله يحفظك. قد يقول قائل ويسأل سائل: كيف أحفظ الله تبارك وتعالى وهو الذي خلقني ورزقني وأحياني ويميتني؟ والجواب واضح: احفظ الله، أي احفظ دين الله جل وعلا. كيف أحفظ دين الله عز وجل؟ حفظ دين الله عز وجل يكون بحفظ أوامره بالأداء، يكون بحفظ أوامره بالامتثال، ويكون بحفظ نواهيه جل وعلا بالاجتناب والابتعاد عنها. مما أمر الله عز وجل بحفظه الصلاة. اسمع أخا الإيمان قول الكبير المتعال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أمر الله عز وجل عباده بحفظ الأيمان، أي القسم، فقال جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. أمر الباري تبارك وتعالى عباده المتقين بحفظ فروجهم، ومدح الذين يحفظون فروجهم، فقال جل في علاه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. احفظ الله يحفظك. أيها الفاضل، تذكر دوما حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. من حفظ دين الله عز وجل حفظه الله تبارك وتعالى في نفسه وفي أهله وفي ولده وفي ماله وفي مصالحه الدنيوية. هذا وعد من الله تبارك وتعالى على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا حفظك الله عز وجل فمن تخاف؟ إذا حفظك ربنا جل وعلا فمن تخشى؟ أنت محفوظ بحفظ الله عز وجل القائل: فالله خير حفظا، وفي قراءة: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولقد أجاد من قال: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم
فالمخاوف كلهن أمان. إذا حفظك الله عز وجل فأنت آمن في دنياك، آمن في آخرتك، لأن الله عز وجل يكلأك بكلئه ويرعاك برعايته ويحفظك بحفظه. يقينا أيها الأكارم، يعتقد المؤمنون بأن الله عز وجل يحفظهم إذا حفظوا دينه، فلنحرص أيها الأكارم على حفظ دين الله عز وجل، ليحفظنا علام الغيوب تبارك وتعالى. فنحن بأمس الحاجة إلى حفظ الله عز وجل لنا، لأننا نخشى من أذى بعض الإنس، ونخشى أذى الجن أيضا، ونخشى ربما من أذية الشياطين لنا ولأولادنا، ونخشى من عدونا، والله عز وجل أحق أن نخشاه إن كنا مؤمنين صادقين، موقنين بأن الله عز وجل يحفظ عباده المتقين. احفظ الله يحفظك، عقيدة بعبارة سهلة وكلمات يسيرة على الألسن، فلنحرص أيها الأكارم إلى أن نترجم ما نسمعه من كلام جميل لنجعله واقعا عمليا ملموسا، ليحفظنا ربنا تبارك وتعالى. أيها المشاهدون، أيتها المشاهدات، حتى نبين أن الله عز وجل يحفظ عباده المتقين الذين حفظوا دينه، حفظوا أوامره، وحفظوا نواهيه، حتى نبين ذلك مما وقع في حياة البشر، اسمحوا لي أن أذكر لكم نماذج راقية ومثلا عليا في سماء حفظ الله تبارك وتعالى، أي حفظ دين الله عز وجل، ولكن في مجلسنا المقبل بإذن الله تعالى ومشيئته. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.